يعني صحيح ان مطلعين كتاب اسمه ارض الميعاد، كان في كتاب طالع ارض الميعاد بيقول ان يعني بيكلموا فيه ان الهلع والخوف اللي بيصيب جنودهم بسبب الشبح الخفي، وفي في المجال الاخر تأمون ان كان بعض الجنود بتاعتهم اللي حصل لهم اذى من العمليات، احنا بنتكلم على حرب الاستنزاف 500 يوم حرب الاستنزاف، ان بقى جالهم فكره جالهم مرض التبول لا ارادي من كتر الرعب اللي بيشوفوه. الشبح الخفي ده اللي هو كان ساعتها ملازم اول معتز الشرقاوي، اللواء معتز الشرقاوي فيما بعد، واحد من ابطال الصاعقه، واحد من ابناء الكتيبه 43 صاعقه. انا بعتقد الكتيبه دي محظوظه، دايما بقول كده ان ربنا اداها كل العمليات الحلوه، كانوا هم قد هذا الكلام، ومن اول راس القش كده ونمشي بقى بالموضوع لغايه ما الكتيبه دي تعمل عمليه هائله جدا. كان فيها برضو معتز الشرقاوي اللي بتاعت لسان بور توفيق، اللي كان موجود معايا اللواء دكتور احمد شوقي قائد الكتيبه 43 صاعقه وقتها، وكان ساعتها رئيس العمليات كان العقيد صالح فضل رحمه الله عليه اللي هو فيما بعد. ويعني لما نتكلم على مع حفظ الالقاب بقى صالح فضل، نتكلم على واحد من اسد من اسود الصاعقه المصريه وجيش مصر، لما نتكلم بقى على احمد شوقي نتكلم على معتز الشرقاوي، نتكلم على المجموعه 39 نتكلم. انا برضو برجع واقول ان احنا بنحاول النهارده يبقى في مساحه للنماذج الايجابيه في حياتنا، علشان خاطر الشباب اللي تايه واللي مش واخد باله يعرف انه من صلب الرجاله. وبعدين اهو شوف ما انا بقول واحنا بنحكي الحكايه دي واحنا بادئين من 10 رمضان، اراد الله ان يوم 1 يوليو تحصل معركه كبيره جدا اللي كان في سيناء، وكان فيها مكر شديد، وطبعا عارفين في سيناء اللي بيحصل في سيناء دول ومخابرات. اراد الله ان احنا نشوف نفس البطولات ونفس الكفاءه، ومع تطور الزمن هنلاقيها اعلى، ونفس الحكايه تحققت في سيناء. ده معناه ايه؟ ان هناك تراكم خبرات وتوارث الخبرات، وان هذا الجيش بيستقي خبراته، ان ده اقدم جيش في التاريخ، اقدم جيش نظامي من زمان. احنا عمر مصر فوق ال 40,000 سنه، مش 7,000 سنه زي ما ضحكوا علينا. مصر دي عظيمه، والشعب المصري العظيم ده هو اللي طلع هذا الجيش العظيم. مساء الخير يا سياده اللواء، اخبار حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب. انت عندك يعني حاجات كتيره، انما انا عايز النهارده واحنا سياده اللواء معتز واحنا بنتكلم، وفي الفتره بتاعت حرب الاستنزاف انت عملتوا عمليه اللي هي العمليه اللي انت عملتها اللي هو الكمين النهاري اللي كان 14-15، يعني عديتهم 14 بالليل ونفذتوا العمليه. انا بقول ان ليش مصر او قوات المسلحه المصريه وتحديدا قواتها الخاصه قدمت حاجات جديده ما كانتش موجود في القاموس بتاع، يعني معروف ان الاغاره مثلا لابد ان تكون بدون تحضيرات وبدون مركبات، ما فيش صوت، بتروح انت بالراحه عشان تعمل اغاره. مظبوط. هم انتوا تيجي تقفلونا في سلسله تمساح طالعين بالنهار وعاملين زيطه والكلام ده كله، وتنجح العمليه ويموت 46 واحد. اما تيجي سيادتك تيجي تطلع تعملوا كمين فتعملوا الظهريه 12 الظهر على بعد يجي 10 12 كيلو بقى، ولا انت حضرتك احكي لنا برضه. ده حدوته من الحاجات اللي احنا دخلناها على العسكريه في العالم والحروب. معايا حضرتك؟ مع حضرتك صح. نرجع بقى الوقت كده للوقت بتاع العمليه دي كده، وان احنا نعرف من حضرتك يبقى الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني فخر ليا ان ابقى هنا، وسويا لينا هدف واحد ان الاجيال الجديده تشوف اللي قبل منها او اللي اتولدوا قبل منها عملوا ايه فقط، لكن اتولدوا قبل منها بس. الكمين ده ليه قصه بدايته ظريفه كده هحكيها باختصار. انه عاده بنعدي كل الشباك المدفعيه، نعدي يعني نعمل كمان على العبرات الصغيره وكده. كنا قاعدين في منطقه بعيده عن خط الجبهه في منطقه العين السخنه، وكنا عندنا ماتشات كوره بين السرايا وبعضيها، وعلى بقى ازايز اسباتس وبتاع وحاجات ازايز ايه بتقول؟ اسباتس. ده مش اسباتس كمان، ده كان حاجه ثانيه تقليد الاسباتس، معلش عشان طب علينا المقدم صالح فضل قائد مجموعه 127 صاعقه اللي هي تضم الكتيبه 43، وجالنا ففرحنا بيه، وتعالى يا فندم، طب تعالى حكم تعالى حكم. كان هو واخد تعليمات انه يجهز كمين عشان يعدي، عشان الجبهه اما يبقى فيها زياره من قائد كبير بتبقى جبهه متلمعه، الاستطلاع بيلاحظ يقول ايوه في حاجه جايه كده، يعني زي عندنا بالظبط لما في مرور تلاقي الاعلام طالعه وحاجات من دي، يعني مع الاختلاف. فالراجل ضحك، طب استاذن منها 5 دقائق
القائد القائد ورجع كلم قيادة الجيش قال لهم أنا مش هقدر أطلع كمين النهاردة. قالوا ليه يا صالح ده قائد الجيش؟ قال له أصل عندنا ماتشات كورة بين السرايا. مش رفضا إنما حفاظا على الروح المعنوية. وفعلا حصل وراح جالنا حكم من ماتشات الكورة وكلام من ده وخلصنا خدنا تشاش طبعا بال يعني ما كانش فيه تشاش ولا حاجة يعني. بالكوزة. ورحنا الميس وكان لابس بيجامة الميري دهيت ولقيته أنا دهني تعال معتز عايزك رحت له أي فن قال له اقعد اقعد قعدنا جاب سجادة فرش على الأرض فرش الخريطة قال يا معتز عايزك تعمل لي كمين في الحتة دي الحتة دي كده فسحة يعني 40 فسحة 40 50 كيلو. قلت له يعني كمين على ايه فن؟ قال لي كمين على اي حاجة على اي حاجة انت يعني احتمال في حد هيعدي في الحتة دي فعايزك تعمل حسابي انك هتعمل كمين للشخص ده لو عدى قدامك او لو جات لك حاجة تانية ربنا يرزقك بيه بقى يرزقك بيها لان ممكن يبقى الـ تشتبك يعني غصب عنك يعني. فقعدت بصيت الخريطة فعلا والراجل ده كان في ميزته ان هو كان كل القادة بتوعنا بصراحة بيدينا فسحة من الـ من الـ القدرة ان احنا نفكر ونخطط ونقول عايز هنا عايز هنا عايز هنا ونعمل ما بدلنا. واخترت فعلا منطقة او حتة الطريق فيها في زاوية حادة جدا قلت ايوه عايز الحتة دي اللي هيقل فيها السرعة اللي هيقل فيها السرعة دي كانت على مسافة حوالي 10 كيلو شوية على بعد 10 كيلو من القناة. فطيب هتعمل ايه؟ قلت له هعمل كذا 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 يعني اللي عمل ان انا هحط عبوات على اجناب الطريق يمين وشمال وما يهدي السرعه هفجر العبوات دهيت وربنا سهل اجيب البني ادم ده بقى اللي انتوا عايزينه وكده يعني. قال لي وهتعرف تفجر؟ قلت له ده انا حريف ست سمك يا فندم يعني ايه؟ قال لي طب بكره الصبح تاخد الناس بتوعك وتروح تعمل كمين في ارض مشابهه وانا هعدي عليك وانت اعمل ما بدالك وانا عليا احميك طول فتره التنفيذ. طول فتره التنفيذ طول فتره التنفيذ بتاعتك احميك بعمل لك مدفعيه تضرب لك مربع ناقص ضلع وانت موجود في النص. والخداع اللي بيحصل انه مع تفجيرك المدفعيه تضرب بحيث ان نقطه الملاحظه بتاعتك بتاع الاسرائيليين ما تعرفش المصيبه دي هيبقى دي ده مدفعيه ولا ده كمين ولا ايه بالظبط تمويه على العمل. خلاص فن رحت خدت الناس بتوعي فعلا لبت على مسافة حوالي 12 متر من الطريق فقط ما نفحرش لأنه ناتج الحفر بتاعنا بيبقى لون مختلف أيوة أخضر فبنجيب كده حشيش مش أخضر لون أخضر حيبقى الرملة يعني مختلفة يعني رملة طبعا رطبة شوية كده ونراعي طبعا إن في ظهرنا جبل متلة كل نقط ملاحظة شايفة والشمس بتطلع من ظهرهم يعني ضربة فينا إحنا فيلاحظونا يلاحظونا وغطيت نفسي بكده الحشيش أنا ومعايا تسعة ثمانية من الجنود وضباط الصف يعني وضابط لسه جديد متخرج جديد كان اسمه أدري شرازي لسه متخرج قال له خده كان أنا يطعم نقيب أحمد شاوي أو الرائد أحمد شاوي قال لي خده إيه يعني خليه يضحك شوية يعني أحكي الواقع يعني عشان الواحد يبقى إيه أمين وفعلا لبت وعدى المقدم صالح فضل يدور عليا وقايل له انا في الاتجاه ده لان احنا كنا عاملين كمين في اتجاه مش ناحيه القناه الناحيه العكسيه. بس في حته صغيره يا فندم توضحها ان الكدي او الناس فاكره انها تطول كده لا لازم يبقى في الكدي دي تبقى طولها متر يعني قد الترابيزه يعني ممكن الترابيزه بس عشان نقدر نمسكها لانه عشان ما تطيرش كمان احنا كنا في شهر 12 والهواء ومش الهواء حاجات كثيره يعني طبعا. الواحد في هذه الأثناء ما بيفكر باتزان وبهدوء نتيجة كتر العبور وزي ما كلمت مع حضرتك قبل كده بتبقى حاجة لذيذة وبتبقى متمكن من عملك فبتأديه بطريقة صح وبطريقة مفاجئة بتجود فيه بعد كده بتجود فيه وتبقى سهلة العملية بتبقى سهلة كسرت الحاجز النفسي أيوة مظبوط كده. فالمهم عدى وهو رايح بالعربية جيب يدور عليه ما شفناش فهو راجع كنت حاطط عبوه صغيره بصراحه جنب الطريق
اول ما جت جنب العربيه ورحت مفجر، راح طاير الايه المشمع بتاع العربيه كله، وازاز العربيه طار وبرنيطه طارت والسواق يعني بس. فراح السواق وقف العربيه ونزل هو، ورحت انا قايم واقف. بس هو ما سمعتش قال ايه، هو بيقول انا قلت عفارم عليك وجاي يجري ياخدني بالحض، وانا رحت مفلسع في الجبل. هو كان بسم الله ما شاء الله طويل، وقلت هيضربني ولا حاجه، ايه اجري وبعدين نشوف هيعمل ايه. وفعلا نفس الليله قال لك هنطلع ننفذ الكمين، بس نسال المهندسين العسكريين العبوات اللي انت هتعملها تاثيرها عامل ازاي. فكان جنبنا كتيب المهندسين العسكريين، جبنا الناس وسالناهم، قلت هحط ثلاث شكاير في الحته الضيقه وشكارتين في الحته الواسعه، وهفجر واحط مع تي ان تي، لان الشكاره مثلا فيها 5 6 كيلو شويه زلط وبتاع حاجه زي كده. فقال لك الموجه الانفجاريه هتطلع لو عربيه نص جنزير هتطير الولد اللي على الرشاش اللي فوق. يعني شوف بقى الموجه الانفجاريه عاليه. فقلنا اي حاجه ثانيه تبقى يعني حاجه كويسه. وفعلا جهزنا القصه دي، وكنا بعتنا على طول الصبح على الرواعي، جبنا سلك لونه رمادي عشان التوصيل القوات وتعدي على الطريق، لان الطريق نفسه لونه رمادي، فيبقى السلك ما يبقاش اسود ولا والله بيبقى لونه رمادي. وجبنا السلك وكان اخفاء وتمويه فعلا، احنا شارين سلك ليه؟ مش مهم، لا عشان الاباجورات، عشان يعني لو اتكشف الهواء بتاع ما يبانش. وفعلا جهزنا نفسنا، وكان عباره عن مجموعتين، مجموعه اللي هتنفذ الكمين، ومجموعه الستره اللي هتقعد على الساتر الترابي بالقوارب تخبيها وتموهها، واللي واللي بتحميك بتراقب انت. بتراقب الطريق يمين وشمال، وهتقول لي العدو جاي منين. كانت بقياده حمدي الشرباجي، الملازم اول في هذا الوقت حمدي الشرباجي. وجهزنا نفسنا وابتدى، ويعني كانت قصه مشهوره قوي ان ايه حمدي الشرباجي كانت خطيبته اسمها ساميه، فقلنا لو قال لي في اللاسلكي ساميه هيبقى ساميه دي يعني واحد يعني العدو اللي انا هشتبك معاه جاي من السويس. وكان ليه احد دفعتنا تاني الله يرحمه اسمه رؤوف ابو سعده، كان متجوز واحده اسمها هاله الزرقاني من بورسعيد، فلو قالوا لي هاله يبقى انا عارف جايه من الشمال. خلاص بقت واضحه دلوقتي، بقت واضحه. لو قالوا لي بطه مع ساميه يبقى في عربيه لا يبقى في عربيه مجنزره او عربيتين مجنزرين جايين معاها يعني حاجه تقيله يعني. وبطه مع هاله نفس القصه، وبقت اسماء كوديه، وبقت لو اتقال ما حدش عارف، ما حدش هيفهم حاجه خالص في اللاسلكي لو اترصد. والحمد لله وعدينا، عدينا من بالليل. وعملت الساعه كام بقى عديته؟ عدينا الساعه 12 تقريبا. مشيت يعني عدينا، وصلت جنوب النقطه اللي انا هعمل فيها كمين بحوالي كيلو ونص. وعديت على الجبل ولفيت من الجبل جوه في الحجاره بقى اللي ما حدش عشان ما يجيش رجليك، ما حدش ورحت راجع على النقطه اللي انا هعمل فيها كمين عشان ما حدش اثارك هتختفي ورا الجبل. وديتهم في حته بعيده، وبعدين يعني كنا في الناحيه الشرقيه من الطريق، لان اللي بيعدي بيبص على العدو اللي هو احنا بالنسبه له عدو الناحيه دي، مش هيركز ناحيتنا، هيبص ناحيه القناه. وفعلا رصيت الناس بتوعي بالطريقه بتاعتي، وحطينا الشكاير وموهناها خفيف كده برضو بالحشيش عشان ما نفحتش في الطريق، وعدينا السلك وقعدنا. وكان معانا بزازات صغيره كده حاطين فيها ميه، وكان معانا الشوكولاته الكورونا. اوضح لحضراتكم بس حاجه، واحد بقى بيكمل عامل كمين يعني يقول بتاع خلصوا شغل الساعة واحدة مثلا، هيقعد بقى الساعة واحدة في القعدة دي بقى لغاية ما أمر ربنا أمرا كان يعني مقدرا بقى، لا هيقدر بقى هو مع نفسه بقى، هو واخد بقى الأكل بتاع الأكل بقى شوكولاتاية شوية المية في بزازة مع نفسه، لو عايز بقى يعمل يعني كانوا شغالين يعني كل واحد مع نفسه بقى، خلاص انتهينا. بس عشان نشوف الظروف اللي بيبقى فيها الحد، بس ده رايح يعمل حاجة عشان مصر. ففعلا كان معانا شوكولاته كورونا كده كانت بشيلن، فاكرها الزرقاء دهيت، كل واحد معاها واحده او اثنين، والبزازات، وكنا مبسوطين بالشوكولاته قوي لان طبعا ايه يعني. وراقدين على الارض وحاطين الكود يحشش علينا ومسكنها، والناس قاعده مترقبه. طبعا في شهر 12 في الجبل تلج، فمتاسف يعني لما يجي الواحد نتبول يعني.
بتبقى على روحنا، ما تقدرش تقوم، ما تقدرش تتحرك خالص خلاص، لان ابتدى الفجر يطلع مالكش انت هنا بقى فعلى روحنا يعني طبعا بتتلج بعد كده. وانت لغايه الظهريه انت في الرؤيه بتبقى بطئة عشان الشمس. بس الفجر طبعا طلع علينا وبتسمع الديوك وهي بتدن الصبح من ناحيتنا. يلعب من ناحيه ثانيه. وقاعدين طبعا كل شويه بتحرك ايديك عشان ايه؟ واحد يقول لك واحد تمام، اثنين اثنين تمام، وهكذا. في وقت من الاوقات سمعت حد بيشخر. فطبعا ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه 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 ما ردش. في سته بقى على طول. في سته خمسه اربعه ما ردش فيك. فخفت اناديله باسمه. يعني خفت اناديله يعني يقوم قايم واقف. ايوه يعني تبقى مصيبه. طبعا فين وفين قعدت انادي عليه بالراحه حبيبي يا ادري يعني لغايه ما قال لي ايوه في ايه؟ قلت له ما تقومش خليك بس اصحى خلاص خدت نومتك خليك زي ما انت. كان لسه اول لسه متخرج ولسه يعني ايه؟ يعني او متضار للنار زي ما بيقولوا. ربنا يمسيه بالخير. وقعدنا مستنيين كل شويه نفتح اللاسلكي. معتز يقول لي حمدي خلاص. معتز حمدي اوكي ما فيش حاجه خالص. طلعت الشمس. مع طلوع الشمس راحت معديه طياره هليكوبتر. اللي هي كل يوم بتفوت. اللي هي كل يوم بتفوت على الطريق. واطيه على ارتفاع 3 4 متر. عباره عن فقاعه ازاز كده اسمها الويت 2. انت بتهيألك انك ايه عينك في عين الطيار. انما هو مركزين على ايه؟ على الطريق وعلى الاثار وعلى اي اثر رجلين. اثر رجلين وعدت. طبعا بنمسك كده حشيش عشان ما تطيرش مطرح الايه؟ المروحه. الهواء انت على مسافه 10 متر منها. بس وعدت وما رجعتش تاني الحمد لله. شويه راحت سامعين صوت الطياره سوبر بايبر كاب دي مروحيه بجناح راحت معديه برضه على الطريق مره ثانيه. وعدت علينا برضه ما حصلش حاجه. بقت الظهر بتسمع الاذان. اذان الظهر واحنا لسه قاعدين. وانتم من مثلا من اثنين او من الساعه من الساعه 2 واحنا قاعدين خلاص. بس وشويه بفتح لسلكي قال لي معتز ساميه. من الشمال. من الجنوب. من الجنوب. معتز ساميه. قلت له والله انا مش عارف هعمل ايه طلع مش عارف ايه. قال لي طبعا ما تيجي ان شاء الله بالسلامه هطلع انا عينك ان شاء الله ما تيجي. وفعلا ابتدينا نسمع خلاص صوت العربيه جاي بقى من ناحيه السويس. من ناحيه السويس. وسمع صوت العربيه الجيب طبعا. الزنه بتاعتها دي. جاهزين يا جماعه جاهزين. شحنت الايه؟ عشان التفجير. الدينامو عشان التفجير. وعدى ابتدى يهدي 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 العربيه من غير كبوت. قاعد الجنرال ده كان قاعد جنب السواق وفي اتنين ورا قاعدين حاطين البنات بتاعتهم حرس بين رجليهم كده قاعدين ورا. بس عدى عدى هدى هدى خالص وهيلف. رحت انا مفجر. مع التفجير المدفعيه ايه؟ ضربت ابتدت تضرب نقط الملاحظه بقى راح تضرب ابتدت تضرب المدفعيه. وكان المفروض ان احنا بمجرد ضرب المدفعيه ابتدي كل دقيقه اتحرك لان المربع الناقص ده بتاع النيران ده هنسحب انا وهو بيحميني طول الوقت. بس العربيه راحت مقلوبه ورحنا ضاربين نار خلاص بقى ما بقتش ما عادش في خشب لما الدنيا ظبطت رحنا ضاربين نار على طول وعلى الاخر رحت طالع اجري بصيت عليه لقيته خلص طول واخد الدفعه كده فرحت مقطع الكتفات بتاعته وواخد المحفظه من جيبه وشنطه الوثائق والخطه بتاعته والباقيين كلهم ماتوا تاكدنا ان هم ماتوا طبعا يعني زودنا ورجعنا جري زي نجري نرجع. انا يعني مش يعني الله الحمد لله يعني ربنا مديني كان الصحه وكنت بطل اللياقه البدنيه في الصاعقه 3 سنين و4 انما عمري ما جريت 10 كيلو في حياتي بالصعوبه دهيت. اول حاجه الارض غرس. ثاني حاجه ذاكرتك زي ما هي. ثالث حاجه بتجري تحت ضغط ما بين اليهود وضرب وبين ضرب المدفعيه لا لازم اجري فبجري وكان حمدي الشرباجي بيوجهني تعالى يمين شويه تعالى شمال شويه عشان اطلع عليه على طول لان هو اما عدينا بالقوارب هو حط القوارب في بطن الساتر الترابي من ناحيه قوادنا وغطاها بشباك تمويه وبالرمل غطاها وكانوا لابسين او كلنا كنا لابسين مفصلين من الاوفرول الكاكي طواقي عشان شعرنا ما يبانش انا ما عنديش بالخوذ ابدا عشان الشعر يبان والجزم تبان فمغطيينها بالقماش لغايه فعلا جاري وصلنا لغايه قبل ما نوصل ب 100 متر
راح هو شايل شباك التمويه وراح منزل القوارب في المايه ودور المواتير. رجعنا جري جري جري، رحت ناطط في القوارب المجموعتين وراح راجع بينا على في قطاع كان كتيبه اسمها 36 مشاه، كان قائد الكتيبه الله يرحمه اللواء، كان ما كانش لواء كان نقيب برضه اسمه فوزي خليل. فبصراحه يعني بيستقبلونا استقبال غير عادي طبعا بتوع المشاه، الله يمسيهم بالخير جميعا يعني وبالحضن، وفي نفس الوقت يعني بيسيبوا لنا الدين. ليه بقى؟ الضرب الحديدي بعد كده بيتعزقوا الطيران بيعزقهم. وفعلا بعد ما رجعنا المسافه المده دي كلها بالمسافه دي كلها العربيات نص جنزير جت من ناحيتين عشان تقفل الطريق، ما عرفوا ما لحقناش. وعدينا وابتدى الطيران يشتغل، كنا احنا خدنا بعضنا وايه بره الموضوع والحمد لله. وطلعت في الجورنال على طول واسرائيل اذاعت ان هو قتل جنرال جافيتش قائد القطاع الجنوبي في كمين اتعمل له والاخره، ونزلت في الاخبار. كان المفروض اجيب هاي الاخبار بصراحه. سيد اللواء معتز، دلوقتي يعني العمليه زي ديت طبعا يعني احنا دايما بتعمل اغارات بتعمل اي بتعمل حتى كمان بيفضل ليلا عشان خاطر ليل ستار يعني. ايوه كنا تتعمل بالنهار دي كانت عايزه يعني يعني فاهم قصد حضرتك. هي طبعا يعني اتعملت مرتين بالنهار في ديسمبر توفيق في نفس السنه. كان الزام علينا نعملها بالنهار نتيجه الاسلاك والراتش الموجود وكده، وفي نفس الوقت ما هو التوفيق ربنا في ايه انه متوقعش كمان يقول لك بالنهار ده ويبقوا مجانين يعني بينتحروا. دي حاجه تروح لهم الحاجه ما تتوقعهاش. برضو عندنا ما انا نفذت الكمين وقعدت من بالليل وهو بيبتدي يعدي الظهر، مش ممكن بقى الظهر يبقى في حاجه يعني، استحاله. فبتجيب نتيجه عكسيه زي ما الناس يقول لك ازاي ده تكشف. لا ما حط العكس، الافتراض العكس ان هو مش متوقع، استحاله روح لهم الحاجه اللي مش متوقعه، اللي هو مش متوقع سواء نهار او 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 رؤيه ضعيفه او ليل زي ما يكون يعني. الشغل اللي شفناه في 1 يوليو وفي سينا والكلام ده، وانتوا دهست في سينا كتير يعني. أيوه. يعني من ايام يعني دهستوها كويس، سواء الصعقه طبعا دهسها من ايام طابور السير والتدريب وفرق الصعقه والكلام ده كله والعمليات والاستنزاف والحاجات دي كلها. طيب نخلي السؤال والاجابه بعد الفاصل. يوم 1 يوليو السؤال اللي كنت بقول لحضرتك يعني ودي انا في رايي ان دي قرايه جديده في اوراق هي ثابته طول عمرها الجيش مصر. يعني لما نيجي نتكلم على البطولات هي موجوده في هذا الجيش من يوم ما ربنا خلق هذا الجيش في مصر، هي بس قرايه جديده الاشخاص بدل معتز يعني اخر حاجه مثلا انا مش عايز اقول اسماء وانسى، بس عبد الرحمن الله يرحمه الشهيد الروندي خد طلقات وكان دي يعني هو اصيب اصابه موت، يعني واحد كان بيموت بينزل في جنبه خلاص انتهينا. فصمم وقعد يعني ما رضيش اخلاء وقعد موت 12 واحد من الارهابيين. هي القرايه، قرايه في 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 قماشه واحده، قماشه بتاعت الجيش دي قماشه واحده من اولها لاخرها، هي النسيج، هو النسيج، ما تخافوش ده على جيش مصر. راي حضرتك انت. والله كلام حضرتك جميل جدا، لانه انا مش هعمل مقارنه، انا بقول القصه بتتكرر. في 69 احنا عدينا 140 على سامبو التوفيق ورجعنا 141. مات مننا 4 بعد ما وصلنا، بعد ما رحنا وجينا واخدين وهم رايحين واحد متقطعه شرايين ايديه، يعني قبل ما ينفذ خالص ورايحين بيقدف، يعني كل ما بيقدف كل ما قلبه بينبض كل ما بينزف اكتر. ونفذ عمليه قعد فيها ساعه ورجع بيقدف والقارب بتاعه نصه غرقان، يعني المجهود زيادة. إنما زي ما بيقولوا كده لما بتخش عملية ربنا بيديك حاجة تعمل سويتش أوف، يعني بتنسى قدرات الكاملة، هي قدرات طالعة والأدرينالين ومش عارف، إنما بتنسى أي حاجة بتفكر فيها مهما كانت هي. وبتنفذ بتنفذ بتنفذ الواجب بتاعك لغاية أما رجع. يعني أبو حليم ده رجع شال القارب طلعه بره بعد ما رجع بعد ساعة ونهار، غيره واخد طلقه تحت باطه معديه من الكتف الناحيه الثانيه.
طلقه نص بوصه قد كده، وبرده ما ماتش غير بعد ما رجعنا، يعني اربعه استشهدوا بعد اما وصلنا بعد ساعه وشويه. فنفس الـ 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 الشهيد ده واخد دفعه 12 طلقه، يا نهار اسود، يعني غربال بقى. انما التركيز بتاعه مكمل. ان هينفذ مهما حصل، فما بيحسش بده، ربنا بيخليه ما بيحسش. فتشوف حضرتك اللي هتلاقي ايه على مر الزمن، هي نفس القصه، هم نفس القصه. الثاني اللي ضربوه طلقتين في ظهره وكان ماسك البندقيه بتاعته بيضرب، لغايه اما استشهد ومات ومش عارفين ياخدوا البندقيه، لان خلاص قفلت عليها فهو ده في نظري، من واقع اللي شفته في حياتي، هو ده الشعب المصري، هو ده المصريين، هم دول هو خير أجناد الأرض، هو ده مش مصر. وإيمان ما حصلش، إيمان ما حصلش، صدقني حضرتك، ونسيج اجتماعي ما حصلش. سواء، مش عايز أقول إيه ولا إيه، إحنا النسيج الاجتماعي ده عمري ما عديت في عملية من العمليات اللي عملتها والشاويش اسمه شكري حبيب مجلع يقف يصلي معانا. ابو سلام يا شكري، يقول لي هتنفع يا فندم، هتنفع. واستشهد في لسان بورتوفيق 73، استشهد وهو بيحمل كلنا مع كان زغلول فتحي الكتيبه. والواحد راح له جري لقى واخد طلقه في دماغه، حول ولا قوه. ولولا هو ما كانش المجموعه اللي هي بتاعت الشمال عدت لوحده. طب يعني هم دول خير وجنة الارض، صح. وبعدين بقول ايه، احنا كنا اتولدنا في وقت كان البلد كلها في حرب، الشعب في حرب، كل الناس في حرب. اما تيجي حضرتك تبص، يعني طب ما راس العش مش في 30 يونيو؟ 1 يوليو. 1 يوليو. مش كده؟ مش ده 1 يوليو برضه؟ يعني انا بتكلم ان يوليو ده شهر والعمليه بتاع بورصه التوفيق ما في يوليو برضه. يوليو برضه، يعني هي بتيجي كده، يعني سبحان الله. انما زي ما تقول ايه، في عمليه موسميه كده بتحصل في اللا شعور. طفح كده جلدي بيطلع ان الناس دي بتنفس من سواء في يوليو في اي وقت. انا ما بحضر التدريب بتاع الساقه ويوم التفوق، اقسم لك بالله اللي هي الايام دي شعري بيقف، شعر دماغي بيقف من كتر بسم الله ما شاء الله كفاءه. ما يجي حد يقول لك جيش الايام دي غير جيش، لا جيش الايام دي. عبد الرحمن اهو صورته، هو الشهيد عبد الرحمن. ايوه ده جندي مدني. عايز بالمناسبة دي ربنا يرحمه، يا رب يا رب، ويعني نحتسبك عند الله شهيدا يا ابني. عايز اقول لست اللي هو معتز، بالمناسبة ده جندي مجند، بس عشان في واحد طالع بيتفلسف من يومين، استاذ في الجامعة بينظر، يعني قال لك لا، ما ليش مصر بيكذب، وان الصور الرسمة الدسامين اللي كانت موجودة على الارض بتاع الارهابيين دي من حرب باكستان، مع ان طالبان بيلبسوا، انت عارف اللبس بتاعهم، يعني أيوه. ما بيلبسوش افرادات مموهة، ولا بيلبسوا لبس شكل البيش. ايوه وان هي الفكرة كلها ان هم واخدين ولاد الناس الغلابة، ده فكرة التهييد وفكرة اثارة اهالينا البسطاء، انا اولاد الناس ما لهمش علاقه بالكلام ده كله. وانا عايز ترد حضرتك على ده من واقع كنت، من ايام كنت، بس في 73، لان دي اكبر 73 اللي كان فيها اكبر دفعه مؤهلات عليا دخلت القوات المسلحه، مؤهلات عليا متوسطه في حرب السنزاف وحرب 73، اللي هم قبلوا بلاء حسنا، لان هم بيهم وحاجات اخرى بالتدريب اللي حصل طوروا فكر القوات المسلحه، وطوروا فكر استخدام السلاح، وطوروا اسلوب تطبيق التكتيكات المختلفه بفهم. زي بالظبط ما حضرتك تلاقي مهندس شغال ماسك غلق بتاع اسمنت وطالع، بتلاقي المهندسين لما يجوا يكلفون بحاجه ده اللي فاهمه. فانما الفلسفه اللي هي وجهه نظر فيها بتاع الاخوه دولت، بيبقى في ناس غلابه ملوش وزن، فبيعمل ايه؟ بيشكل راي مخالف، وراي مخالف بطريقه مستفزه عشان الناس تجيب سيرته بس. دول مرضى زي ما حضرتك بتقول، الاخ الفلسفه دي انا بعتبر دولت مرضى، ان هم يطلع براي مخالف خالص عشان ايه الناس تقول ده فلان قال وفلان قال ويجيب سيرته والاخره، فبيحس بمتعه ان الناس بتجيب سيرته مش اكتر ولا اقل. ربنا يهديهم، ربنا يشفيهم بقى، اذا كان مرضى الدكتور معتز قال لنا انهم مرضى، ربنا يشفيهم بقى. يعني اذا كانت المساله كده، نرجع في العمليه بتاعت بور توفيق، وانت كنت في العمليه دي وشاركت فيها. وانا بعتقد دي من العمليات اللي قسمت ظهر العدو. كانت جميله والله العظيم، كانت جميله، وتوفيق ربنا فيها فوق الحدود، فوق الحدود. يعني كل يعني تنفيذ فتح الثغرات تربيب بنجلور من ايام الحرب العالميه،
وبعدين يعني فجرنا ال 14 الثغره وبعدين ما لقيناش ولا لغم، والحمد لله ان احنا ما خططناش على الايه، من العكس الغام كلها في الخلف. كانوا خافتين من سينا. اه هم توقعوش انك تيجي من القناه يعني. وبعدين بتعدي ب 14 قارب، 14 موتور، وبعدين وطلقات المباشره بتاعت المدفعيه بترف فوق دماغك. يعني فالتخطيط ليها 10 على 10. التدريب، التدريب يعني الخبراء الروس لما جم كانوا في الاول حضروا هذا الكلام، المترجم قال لك بيقولوا عليكم انتوا شويه مجانين. اه والله العظيم قال كده، شويه مجانين. كان في ثلاثه خبراء روس، ثلاثه مجانين بيضربوا في بعض. يعني القدره على التحكم في السلاح من كتر ما يعني خدنا الثقه، مش في السلاح بس، وكل واحد كان في ايده بتاعته باسمه هو، ما حدش يستعملها غيره، وابتدى ينشن من الجنب زي افلام الامريكاني ما بتعمل بقى، وجاري كوبر ومش جاري كوبر اياميها يعني، عشان يضرب على كوز قد كده ويجيبها. يعني كانت حاجه فيها متعه اكتر منها زي ان عمليه حربيه بتتنفذ بالطريقه تمام يا فندم. لا 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 لا، ففيها تكتيكات صغرى 10 على 10، المفاجأة فيها 10 على 10، استخدام الأسلحة والدراسات اللي اتعملت. وبالنسبة للدراسات دي يعني بشكر المرحوم الله يرحمه بقى الأبطان حمدي الكريتلي، كان ساعتها يعني نائب رئيس هيئة قناة السويس، اللي شرح لنا عملية المد والجزر والقمر ومش القمر وكلام من ده. وده الحد اللي مكننا، كان اللي هو صالح فضل واللي هو أحمد شوقي كان ساعتها مقدم ورائد، عشان يدرسوا اني احسن وقت عشان المد والجزر، المد والجزر يبقى اعلى مد ويقف لمده قد ايه عشان نلحق نرجع. يعني عمليه و73 استفادوا من نفس الجداول، نفس القصه يعني. و المهندسين العسكريين كانوا معانا عشان ما نقللش من قدرهم، اللي عملوا القوارب والمواتير وصنوها وكلام من ده، وبرضه هيئه قناه السويس. انا بتكلم بجيب سيره المدنيين اللي كانوا متفاعلين تماما مع العمليات، وكل ورش هيئه قناه السويس كانت مسخره لهذا الموضوع. لما تبقى عمليه بعمل هجوم بفوق ال 100 مقاتل، 140 واحد، 140 مقاتل، 14 عمليه مجموعة. السيطره على 14 مجموعه دي عمليه صعبه جدا يعني. طبعا. وبتدير معركه، وبعدين انت بتهاجم. ايوه خد بالك يعني مساله، وبعدين ترجع زي ما تروحت زي ما رجعت، اذا كان حاسس استشهدوا تستشهدوا بعدين، وليتوا زياده واحد كمان، زياده واحد الاسير. ايوه ايوه دي مساله كانت هنا بقى. انا عايز اسال هنا برضو عشان اخواننا نسال، مثل هذه الامور ما بتبقاش من فوق لتحت اوامر وبس، انما دي بتعبر انما في الحاله دي، عشان اللي عاش ما يعرفش ده اللي عاش ده، فكره ان ازاي بيبقى في تلاحم ما بين القائد وجنوده، وتلاحم ما بين القائد الاكبر وجنوده، ومن الاثار وكل اسره واحده، وكل المساله بالحب اهم من ده كله، فكره العقيده والانتماء والتضحيه والايمان وكل الكلام ده. آه. ومش هتصدقني حضرتك لما بقول لك ان الواحد بيبص للناس بتوعه بيعرفوا انا عايز اقول ايه، من كتر التلاحم وفهمنا بعض خلاص. بيبص بس، ما حدش بيصدق الكلام ده، انما فعلا بيبص بيبقى خلاص فهموا الفكر بتاع الواحد عامل ازاي، فبالتالي لما بيبص بينفذ ايه وعايز، من غير ما تقول دي له حاجه خالص. وفي اياميها يعني بقول انه جيش الدفاع الاسرائيلي او الصهاينه دولت كانوا محظوظين، لان اقسم لك احنا لو كان عندنا كواتم صوت بس حاجه صح والله ما كانوا قعدوا فيها يعني المده اللي قعدوها دي كلها. اشرح بس ليه كواتم الصوت، عشان انت كنت بتضرب فبتعمل زيطه فبيلولك. لاول انا بعمل اقتراب مسطور للهدف بتاعي، وهو عنده اجهزه كشف رؤيه ليليه بالتكثيف الضوئي او الانفراريد وكلام من ده، فواحد فينا بيتكشف غصب عنه يعني بيتشاف. فلو كان معاه كاتم صوت متركب على السلاح بتاعه اللي بيستعمل من ايام الحرب العالميه، اللي بيستخدموه في السينما الامريكيه يعني، كنا يعني الحرب العالميه يعني كلينت إيستوود ومش عارف يعني، كان خلص الموضوع، كان اللي كشفه ده مات في لحظه من غير ما حد يحس، وكنا نفذنا عملياتنا كلها بدل ما نقلبها الى عمليه صخبه قبل ميعادها. يعني هو كان بيضطر انه يضرب طلقات قبل ما يوصل عشان خاطر يخلص نفسه. فلو كان لو انا بس معايا كاتم صوت، كاتم صوت بس حاجه يعني ما كانتش موجوده اياميها،
واحنا ثلاث ما كانتش موجوده، كانت الظروف يعني كانت صعبه يعني، الظروف كانت صعبه يعني. ما حدش قادر يعرف ان من عصبه هذا الشعب العظيم اللي من ولاده طلع الجيش العظيم ده، ان كنتم بالقليل القليل القليل. ايوه ايوه مظبوط. كما وكيفا كل حاجه يعني الـ الفرد اللي جاي من صعيد مصر وجاي من فلاحين مصر او الاخر، بيتدرب كويس بيتعامل كويس قوي، بتلاقيه جاي بتلبسه اوفرول مموه، بيفتح البريك بزرار، بيشمر، بيقفز جزمه، روح يا وحش تعالى فدائي، بيصدقك مع الايمان الموجود اللي هو اللي طالع بيه من بيته. الايمان ده لما تيجي تقول له تعالى نروح نموت يقول لك انا معاك، الارواح بيد الله والعمر كده كده ده. وبعدين التلاحم اللي عايز اقوله برضه، ودي كده يعني، لو حضرتك رحت الصاعقه النهارده هتلاقي على البوابه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم رحماء بينهم اشداء على الكفار. دي في حد ذاتها ان احنا كمصريين يعني، حتى الواحد ساعات في الشارع بيتخانق، انا نفسي بقول له لو سمحت انا ما بتخانقش مع مصري ده، مش هيحصل، فانت شوف عايز ايه وانا راضي يعني. بتكتم القصه على طول، بتنتهي عشان التلاحم او التراحم فيما بيننا ده. ما اعرفش يعني حصل خلل في السنين سنتين ثلاثه اربعه اللي فاتوا، مش عارفه سببه ايه يعني، انا مش عارف سببه ايه، انما يعني انا فخور ان انا مصري ومن هذا الشعب، والجيش المصري سواء كان وحدات دفاع جوي وحدات صاعقه زي ما يكون طالع من الشعب المصري ده، مش من بره، مش مأجرينه، ولاد الشعب ده. ولاد الشعب ده، واللي بيموتوا دولت ولاد الشعب ده برضه، واللي يقف ضدهم ولا بيعمل كده ربنا يكحمه ان شاء الله مطرح ما راح، وهينتهوا ان شاء الله، هينتهوا، عشان الخيانه أسوأ حاجه في العالم. فيما يخص الايمان، وانت قلت جمله مهمه قوي يا سياده الامام معتز، ان كل واحد جاي من بيته، من بيته مظبوط. عايز اقول بس عقب ده، انت ثقف القوات الخاصه يعني ما انت ما حدش عارف يعني، الست اشهر بتاع فرقه الصاعقه دي، انا رايي ان اللي بياخد الفرقه دي خد فرقه الصاعقه، انا رايي يعني كده، وده رايي بسيط جدا، انه ده خلاص يعني ده داخل الجنه، انا رايي من اللي شافه، واللي في من اللي شافه، وهو الفلسفه بتاعه اخواننا في الفلسفه فيها كله، انه بيحط هذا المقاتل او الفدائي ده تحت أسوأ الظروف التي يمكن يتحملها بشر، ممكن يقعد ثلاث ايام ما ينامش، غلاسه بقى ازاي، وازاي بيقعد ثلاث ايام مصحيه وبيشغله وبيعمله عشان ما ينهارش، فبيصنع حاجه ثانيه، ازاي بقى بيأهله انه يعمل ده؟ هي دي النقطه، هو ده النو هاو بتاع الحدوته في القوات الخاصه، انشاص دي ستبقى في ذاكره التاريخ، ان ده مصنع الابطال، انشاص دي كقوات خاصه صاعقه ومظلات هتبقى في ذاكره التاريخ، الحته بتاعت انشاص دي، ازاي بيتأهله بقى؟ فيقول له بقى انك انت المموز وانت تفتح الزرار وتشمر وتعمل وبعدين انت تاخد علاوه خطر، ما كانش ساعتها علاوه الخطر دي، انت عارفين كانت تنط من الطياره ويعمل الاعمال اللي بيعملها دي كلها، كانت 12 جنيه يعني، 12 جنيه بعد ما زادت هي 4 جنيه 4 جنيه طبعا يعني علاوه الخطر، فهو بيأهله نفسيا بالطريقه اللي هي على ارض المعركه، وما يعرفش يعمل هذا الكلام الا اخواننا اللي دولت وبيورثوها يعني، ده جيل مع جيل بيورثها، فبياخد شاب مدني بعد 6 اشهر ده تحول لوحش، بقى فدائي، بقى واحد غير عادي. الجزء الايماني اللي طالع من البيت بيه، هو المصريين عملوا ايه؟ في جيش مصر عملوا ايه؟ كانت فكره بسيطه جدا، كل الناس مؤمنه بالموت، وكل الناس عارف الملحد مؤمن بالموت، والمتدين بيؤمن بالموت، واللي مالوش دين كل، ومحدش عارف هيموت امتى، ومفيش وصه، محدش يقدر يدفع قرشين ويطلع بره البتاع. طب طالما ان احنا كل واحد هيموت في وقت احنا مش عارفينه، طب اذا كنت هموت دلوقتي ما اخد كام كلب معايا من دول؟ واحنا ده الكلام اللي بيتقال لبعض يعني، هموت كده في طيس اخد معايا حد بقى، واذا كنت هموت بعد سنه بعد اثنين ثلاثه، دي فرصه ان انا ادخل جوه، زي ما كان اللي هو معتز بيقول انك انت بتتكيف يعني، انت عملت جو بقى، ما انت دخلت وكسرت حاجز الخوف. ما يعملش ده الا 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 جيش مصر اللي طالع من هذا الشعب، الشعب المصري ده ملوش كتالوج، والله العظيم ثلاثه ما له كتالوج ولا حد يعرف، يبان بسيط ومش عارف يعمل كده، وتفاجئ بيفاجئ العالم بحاجات غريبه الشكل، زي ما فاجئ مصر والمصريين انه قدم من ولاده، جيشنا كان 1,300,000 من ولاده، ما كانش في حد اسره الا ما فيها حد في جيش مصر في 73. ده كان صح. لو تشوف حضرتك كمان لما الواحد يمشي في الشارع الناس بتقابله ازاي، ولا يعني احنا ايام راس العيش كنا بورسعيد
انا مولود بورسعيد، عمري ما تخيلت بورسعيد كده، عمري ما تخيلت الاهل بورسعيد كده ولا السويس، يعني يتلموا عليك ويأكلوك ويشربوك ويعني ويحضنوك ويبوسوك وما تعرفهمش، انما الروح بتاعت الشعب يعني بسم الله ما شاء الله، كانت مصر كلها 10 على 10 صراحة. يعني هذا الشعب شعب يعني غريب صراحة، أنا بقول شعب غريب في ملاحم وفي في شدة، بيظهر بتطلع بتطفح من جواه غصب عنه الروح الانتماء بتاعته 10 على 10، ده كلام صح. وهو الشعب، هو زي ما حضرتك قلت، هو الجيش ده ولاد الشعب ده. لما حد يقول لك الجيش والشعب ايد واحده، يعني ايه الجيش والشعب ايد واحده؟ الجيش ده يبقى ايد واحده مع الشعب، لما يبقى ده من جاي من موزمبيق وده جاي من هنا وقاعدين بقى محاطين ايدين مع بعض، انما دول ولادنا، ده اخويا واخوك وابني وابني وحفيدي كده. إيه؟ انما بقى بشكل اللي هو معتز، انت عارف ان الحرب الحقيقيه هي الحرب التي توازي حرب الارهاب في سيناء دلوقتي والارهاب اللي داخل محافظات مصر بالظبط، في حرب تانية كلامية، الكلام والإشاعات والحاجات دي. طبعا. تقول إيه لشبابنا اللي هو مضحوك عليه، الشباب اللي مضحوك عليه؟ هي زي ما حضرتك بتقول كده، الحرب إيه اللعبة في الدماغ زي ما بقول. إن الناس اللي مش كويسة لعبت في دماغ الناس كويس أوي، خدت فترة عملت اللي عملتها والآخر. البقاء للبلد، إحنا بنروح نار وجنة وكلام من ده، البلد قاعدة. مصر مش هتروح هنا ولا هنا، مصر هي اللي علمتنا وهي اللي قاعده. بقول للشباب، مش عشان الواحد شعر ابيض، لا، احنا اتولدنا في وقت قبل منكم الموجودين دلوقتي. انا قلت على مثال بقى ان مثلا القوات الخاصه من الشعب والموجودين، ما بحضر يوم التفوق، ما بصدقش ان في ناس على هذا المستوى من الكفاءه دلوقتي. ايه مش ممكن، تدريبات الصعقه مش ممكن، يعني ايه الدقه وايه الاحتراف، هذا الاحتراف. فريق محترف عايز بس ايه، هات له فريق يلعبه وربنا كرمهم ادالهم، ما هو مش شغال باشا عماد دلوقتي في السيناء يعني، ربنا مديهم. وفي اشاعات ومحدش عارف دي اشاعات ولا مش اشاعات، ان هم الناس هناك يعني يقول لك احنا طايحين. انا بقول لك ربنا كرمه يعني، طايحين يعني، مش عايز اوضح. انت بتبقى قاعد ايدك طايحين يعني، انت لما تبقى قاعد ما بتعملش حاجه. فرصه بقى، فرصه ان احنا ايه، نجرب وبيجربوا يعني اما توصل ان انت تجرب تعمل تنفذ تكتيكاتك باكتر من طريقه بفكرك، دي تبقى ده الاحتراف. وده اللي موجودين دلوقتي، واللي موجودين دلوقتي هم برضو شباب. لما تلاقي واحد ملازم اول نقيب رائد لغايه عقيد، ما هو شباب لغايه 30 سنه، ما هو ده شباب. وبعدين الحرب مش حرب الأسلحة بس، لا، الحرب جوه البلد بقى في مقاومة شائعات أو عدم تصديق، أو أدي اللي عليك بما يرضي الله واديني إنتاج صح والآخر، لأن دول يكملوا من غير ما أنت تشتغل. وده اللي فعلا كده على مدى التاريخ والحرب، إحنا ما كناش نقدر نكمل لولا الشعب كان بيشتغل فعلا. طيب آخر حاجة عشان وقتنا خلص، الرئيس فاجئ العالم كله، فاجئ العالم كله وفاجئ الارهابيين اللي هناك بحاجتين، انه عمل زياره عشان بيقول لك كانوا هيحتلوا سيناء، والجزيره بتقول لك ان خلاص بقت ولايه ومش عارف ايه، والاخرى انه راح وهو في زي العسكري الجنرال القائد الاعلى للقوات، هو قائد اعلى القوات المسلحه. صح ولا يعني الناس فاهمه ان هو رايح مثلا ومعاه جيش جراري عشان يحميه؟ لا، مش عبد الفتاح السيسي. مش عبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح السيسي مقاتل يعني على درجة كبيرة من الخبرة، واللي إنما مقاتل عادي زي بقية المقاتلين، حس إن هو واحد أو حاسس وعارف، مش حاسس بس إن هو واحد من دولت، وقال لك أنا رايح بنفسي أهو. بص في الحصار جولدا مائير ومش عارفه مين، وما جم عند السويس عشان يقول لك إحنا بنفسنا موجودين أهو، فين فين وفين فين. منها قصة يعني الصهاينة شائعات والآخر، انما الناس القوات المسلحه او الشرطه الموجودين، اما لقى رئيس الجمهوريه في وسطه عند خط النار زي ما بيقولوا، ايه تاني؟ دي ليها رد فعل غير عادي. شاتر معتز الشرقاوي، بشكرك وشرفت بالقعده معاك وبالحوار ده، وطبعا انت عارف قد ايه انا بحبك وبعتز بيك. والله الحال من بعض، ربنا يديم الود والاحترام، وربنا يصلح حال مصر يا رب ان شاء الله، والناس اللي مش فاهمه تفهم،
وتعرف ان يعني اللي بيحصل في مصر الـ 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 القتل او الاخر، تفتكروا بعد القتل والحاجات دي مصر هتسقط؟ مش هتسقط. تفتكروا بعد القتل والحاجات دي هتاخدوا حكم؟ حكم ايه؟ حكم ايه؟ يرجعوا يحكموا. مصر في خير، ما تقلقش ان شاء الله. بشكر حضرتك يا رب. الله يخلي حضرتك. وعايز اقول لحضراتكم برضو اوعوا تخافوا، انتوا في ظهركم جيش جامد قوي ومقاتلين جامدين قوي قوي قوي. دول سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال عليهم من 1400 سنه خير اجناد الارض، هم جنود مصر. تصبح على خير. الرجال عاشوا الحياه دي عشان بلادهم، ولا جم فيهم اتكلموا خلفوا في وعودهم، في اللي ساب اهله وحياته ودنيته وناسه وشال سلاحه فوق كتافه وعلمه فوق راسه، وفي عز نار الشمس وفي عز الصيام كان على الحدود واقف وجاهز للشهادة. الله أكبر لما قالها الكل ومضاعش حق شهيد هدر كله في عاده. شعب مصر الحر عمره ما خاف ولا اتدار، واسألوه كل اللي خافوا جنودنا رجال.